تفضل مين الثلاث حراس او مين مع الشناوي عشان ابقى يعني من الاخر يعني. يعني اقرب واحد جبل، يعني اقرب واحد في دول جبل، ومعاه صبحي او جاد. معاه صبحي هو او جاد. مش عايز حد تاني من بره يعني. اه يعني جبل اساسي في كل الوقت معاه. حتى لو هو خسر مكانه في الزمالك انا هحافظ عليه في المنتخب. اه ممكن، لان خسر مكانه في وجهة نظر مدرب، انه اتفقنا على ان اللي يلعب وحش من وجهة نظرهم يعني ايوه يقعد. ده الكلام ده اتقال قبل كده، انه جابوا الحراس وجابوا كارتيرون وجابوا الكابتن اسامه نبيه. ما اعتقدش الكابتن اسامه نبيه يوافق على كده يعني. وقالوا لهم نعمل نظام تدوير ولا اللي يلعب وحش يقعد. فهم الحراس قالوا اللي يلعب وحش يقعد. امال فين المدرب؟ امال فين المدير الفني؟ اللي هو صاحب القرار الاول والاخير في اختيار لعيبته من غير ما يبرر لهم. وقلت حتى ضربت مثلا، قلت للمستر مانويل جوزيه لما كان حد بيجي يقول له انا ما بلعبش ليه، يقول له عشان انا المدرب. من غير ما يوضح له. لا خالص، ولا يوضح له ولا اي حاجه. يوضح له انت تتمرن كويس وانا اللي شايف، انا اللي لاعب وانا اللي قاعد. فهي دي بس يعني. لك طبعا الحق الاصيل ليهم، وهم شايفين وجهه نظرهم وكل حاجه. مدرب كبير جدا جدا وعنده خبرات كبيره جدا. بقول وجهه نظري انا، جبل ده يعني كده اتذبح هنا وهنا. منتخب وفريق. يعني مش عارف يعني، هل عنده مشاكل مش فنيه في المعسكر؟ زي مثلا انا عندي تصورات مثلا ان في بعض اللعيبه بتكشر وتزوج ويبقى ليها راي وبتاع، فممكن دي ما تجيش. اه في 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 لعيبه مستبعده بناء على كده. مثلا كده اه مثلا يعني، في طبعا هقول اسامي يعني، لكن ايوه احتمال يكون الراجل ما بيحبش وجع الدماغ، ما بيحبش اللعيب اللي بيكشر او بيبين استياءه مثلا من عدم اللعب او عدم التواجد مثلا. فممكن، لكن المساله من بره كده، من وجهه نظري انا الشخصيه كحد عنده مثلا 7 سنين منتخب و13 سنه اهلي وحاجات كده يعني، حاجات خبره بسيطه يعني، اه ما شاء الله فبقول ان ربنا لا يدي لك كان لازم العمر. جبل يكون موجود.